شخصية يمكن من حضرتك ذكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية ليها كاريزما خاصة، مش عايز تعمل فيلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده أنا يسعدني طبعا ويشرفني لتجسيد الشخصية. أنا يعني يسعدني طبعا في أي وقت من الأوقات إن أعمل، ويسعد أي فنان في مصر ويشرف أي فنان في مصر إن هو يقدم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقة ربنا يحميه ويديله الصحة ويحفظه يا رب. والحقيقة يمكن كنت سألت حضرتك قبل كده في حوار وقت طباخ الرئيس لما طلع كلام كتير قوي إن الفنان خالد زكي بعد كده هيبقى رئيس الجمهورية، ما حلمتش قبل كده خالص يا أستاذ خالد بإنك تكون رئيس الجمهورية؟ لا والله ما حلمتش، أنا مثلته بس.